التين، طريقة تطعيم التين، وقت التطعيم التين. هسه هذا التين عندنا، هذا الباذنجاني، اريد نطعم مثل عندنا صنف ما يثمر او نوع يعني مو جيد، عندنا اصناف هواي اريد نطعمه، مثل عندنا الصنف المزين نطعمه، فرح نطلع اصناف التين اول مرة نشوف الاصناف. هذا الباذنجاني، هذا البراون، تين البراون، هذا تين بورصة، هاي زراعة جديدة، هذا التين الجولاني، هاي الثمار، شكل الثمار، تين القبرصي، هذا تين اسود محلي، هذا غير بني مسلم، هذا يختلف عن بني مسلم. طعم ما شاء الله حلو، كلش حلو. هذا التين الشتوي، هذا الثمار اريد ناخذ من عنده سن طعم. هاي كل ما يصير نموات جديده يصير اثمار جديد، هاي ثمار بدايه الاثمار، كل نمو جديد يصير به اثمار، فراح ناخذ لنا هذا، هذا الطعم ناخذه. طلب يعني ما يحتاج 10-15 سنتيم كافي، هاي بهالشكل. هذا القلم، شوف على مدة الطابق، هذا بهالشكل، هذا هاي الصفحة الثانية، شوية ناخذ من عندها، هذا قشطنا مسافة أطول، هذا بهالشكل، ومسافة قصيرة، هاي نقدر نخلي مثل قلم واحد، ونقدر نخلي أقلام اثنين، احنا راح نخلي قلمين بيهم. على مدي الطابق، هاي خلي اللحاق اللحاق، خاطر الطابق طعم والاصل، هاي بهالشكل. هذا عندنا لاصق، اي لاصق، بس من لفه نحاول اللفه يعني بقوه، خاطر ما تصير به فراغات، هاي بهالشكل. نقدر نخلي قلم واحد، نقدر نخلي قلمين، ماكو مشكلة. كل ما نضغط عليه أكثر يصير الالتحام أسرع. الوقت
إذا بالخريف حسب البلاد والمنطقة، يعني مثلا شهر التاسع تبدي من شهر 9 وتستمر، يعني الخريف فترة الخريف. من بلد لبلد تختلف، يعني إذا أريد هسه احنا مثلا عندنا احنا العراق البصرة فترة التطعيم إذا بشهر التاسع ما نقدر نطعم، لأن هاي يصير درجة الحرارة عالية فالتطعيم عندنا يفشل، يبدي يمتى نهاية شهر العاشر والـ 11 والـ 12 عادي تستمر، يعني احنا هسه نقدر نطعم بالـ 12 بالواحد نقدر، بس شنو يصير عندنا النمو، يصير عندنا يعني مجرد تلصق الطعم بس يصير النمو بطيء. فنقدر نطعم احنا مثلا هاي فترة الشتاء نقدر نطعم بيها. هذا نستخدم هذا كيس نايلون هذا بهالشكل، هذا راح نمليه هواء هذا بهالشكل، نحاول نلفه نخلي له لاصق، هاي بعد ما انتهي ناسه على مود لا تتاثر هاي الاقلام باشعه الشمس، فشو نخلي لها؟ نخلي لها اي يعني مثل كرتون سيليفون، احنا هذا راح نستخدم هذا كيس مال حليب هذا بهالشكل خاطر يحافظ عليه من اشعه الشمس واي شيء يعني ما تعرض، ويصير سرعه النمو به، يعني كل ما يصير محكم زايد يصير نمو اسرع، تلتصق يلتحم اسرع. فهسه احنا راح نشوف هذن اللي صار لنا فترة يعني من طعمناهن، هذا النمو، هاي بدت النمو، هذا واضح النمو. فهسه هاي صار لها تقريبا فترة يعني اكثر من 15 يوم هاي. فشو راح نسوي لها؟ نسوي لها فتحات، هاي نثقب لها، بس شنو ثقوب صغار بهالشكل، هذا ثقب صغير أنا مود لا تتأثر. هاي نرجع نرجع عليها هذا هيك بهالشكل، هذا هم واضح، هاي نسوي لنا فتحة. هذا الأقلام المتخشبة، هاي نموات اثنينات الأقلام بينات واضحات. بالنسبة للقمة النامية، يعني إذا أريد قمة نامية يعني نستخدمها، القمة النامية نقدر على طول السنة، بس إذا صار الجو حار، إذا صار الجو حار ما نقدر نطعم، تتلف لأن تصير درجة حرارة عالية، فشنو تتلف عندنا القلم يتلف. هذا تطعيم جديد تونا مطعمينه، بداية هاي بداية، يعني صار من فترة كلش قليلة. نمو واضح مبين. فأي نوع أي صنف يريد نطعم من عندنا ناخذ من صنف جيد مثمر ونطعم على يعني مثلا شجرة مثلا ثمارها قليلة أو نوعها رديء فنطعمها، هاي الطريقة اللي نطعم بها. الوقت من بلاد البلاد تختلف، مثلا بالربيع وبالخريف فترة يعني مثل بالربيع نقدر نطعم مثل بداية الشهر الواحد الثاني والثالث والرابع حد يعني حد الخامس نقدر نطعم ماكو مشكلة، إذا كان الجو يعني مو حار كلش، إذا جو طبيعي لا حد الشهر الخامس، بس الأفضل يعني مثلا الثالث والرابع أفضل. هاي بالنسبة للتين. بالخريف، الخريف إذا جو يعني مثلا حار تبدي مثل نهاية شهر العاشر، العاشر والـ 11 والـ 12 وتستمر، يعني مثلا إذا جو حار مثل حتى بالواحد وبالثاني تستمر. هاي بالنسبة لنا احنا يعني إذا درجة حرارة يعني مرتفعة، يعني احنا جونا يعني مو البروده، يعني لحد الان هسه جونا طبيعي ماكو ذيك البروده، فتختلف مناطق من منطقه لمنطقه تختلف.